أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: رجل جمع مالا من حرام من أموال ربوية أو بيع الدخان والدشوش، ثم تاب وأناب، فكيف يتصرف في ذلك المال؟ وهل له أن يستثمره في الحلال ويجعله رأس مال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم الذي كان يتعامل بالحرام بالربا أو غيره ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب، هذه بشرى. إذا كان عنده أموال جمعها من الحرام فإنه بعدما يتوب إلى الله يخرج هذه الأموال ويتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، يضعها في مشاريع عامة كالطرقات ودورات المياه، يبني للناس دورات مياه يتوسعون بها، يجعلها في طرقات، إصلاح الطرقات للناس تخلص منها ويجعلها في مشاريع عامة، ويتوب الله عليه. ولا يجوز له أن يستثمرها وهي حرام، ما يجوز له أن يبقيها على ملكه لأنها ليست ملكا له، حرام، فيضعها في مشاريع عامة تنفع الناس ويتخلص منها.